المنصورة الجديدة دي حدوتة حدوتة. والله العظيم مش هزار. طيب بكرة بإذن الله افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، أول مدن الجيل الرابع في دلتا النيل، وواحدة من المدن المستدامة. يعني إيه من المدن المستدامة؟ يعني هي عندها الكهرباء بتاعتها، عندها نظام تدوير الصرف بتاعها ومعالجة المياه، عندها نظام تحلية مية البحر، عندها كل حاجة. المرحلة الأولى زي ما يمكن حضراتكم خدتوا بالكم، أولا هي المدينة تقريبا على حوالي 7200 فدان، ده كده إيه؟ صباح الخير. طيب صباح النور. 15 كيلو متر على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط مباشرة، من الناحية التانية بقى جنوبها يبقى إيه؟ الطريق الدولي الساحلي. مرحلتها الأولى كانت 2063 فدان ووصلت ل 2500 فدان. جماعة دي أكيد المدن بتاعة الناس الأغنياء والفيلات والقصور بص يا مولانا، مش احنا رحنا مع بعض انا وحضراتكم قبل كده على العالمين وشفنا في العالمين الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر والاسكان اللي فوق الفاخر؟ اهي المنصوره شغاله بنفس الطريقه، فهتلاقي عندنا اسكان اجتماعي وعندنا اسكان متوسط وعندنا اسكان سياحي فاخر. طيب المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دي تكلفتها تقريبا حوالي 45 مليار. طيب المرحلة دي بحسبة بسيطة كده تقريبا تساوي 34% من إجمالي مدينة المنصورة الجديدة. أسواق تجارية موجود تقريبا 8 أسواق، مدارس لكل المراحل، جامعة المنصورة الجديدة، جامعات خاصة للي عايز، مراكز طبية، الشرطة، إلخ إلخ إلخ. طيب المرحلة الثانية فيها 268 عمارة ومبنى مديرية أمن الدقالية وباقي المباني الجامعية ومحطة تحلية مية البحر اللي كنت بقول لكم عليها قدرتها حوالي 160 ألف متر مكعب، محطة الكهرباء بقدرة 500 ميجا أمبير، محطة معالجة مية الصرف الصحي بقدرة 1000 متر مكعب يومي. طيب مهم قوي بالمناسبة تبقى عارف إنه الدولة وهي بتشتغل على مسألة المدن الجديدة، المدن الذكية، مدن الجيل الرابع، المسألة مش مقترنة على مثلا العاصمة، فيبقى عندنا العاصمة الإدارية الجديدة. المسألة مش بس مقترنة إنه يبقى في العالمين. المسألة مش بس المنصورة، أدي الدلتا. هتلاقي كده بيحصل في الصعيد مرة واثنين وتلاتة. هذه المدينة المنصورة الجديدة ولايتها فين؟ ولايتها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. مين معانا على التليفون؟ دكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمتابعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ازيك يا دكتور؟ اهلا بحضرتك. اهلا، ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الله يكرمك يا فندم، كله تمام الحمد لله. نقول مبروك على المرحلة الأولى من المنصورة الجديدة. ألف ألف مبروك، ألف مبروك. واضح إنها حاجة تشرف جدا يا دكتور. جدا يا فندم، الحمد لله احنا فخورين جدا بدولتنا وبمدننا وبالإنتاج اللي بيحصل في وقت قياسي. حضرتك الإنتاج ده في نهاية 2017 بادئين احنا يعني، وخلصنا في أقل من 5 سنين، يعني وقت قليل جدا الحمد لله أنجزنا فيه إنجاز كبير، وزي ما حضرتك قلت انجاز لكل فئات المجتمع، ما هواش بس لفئه بعينها. وده طبعا دي مدينه من ضمن يعني احنا شغالين على 39 مدينه، بدانا مرحله اولى 17 مدينه وخلصنا المرحله منهم مدينه المنصوره والمدن زي ما حضرتك قلت العالمين واسوان الجديده. ما هياش بس عاصمه في القاهره، لا ده احنا في كل مدن الصعيد، في مدن وجه بحري، في ابلي، كل المدن، كل المحافظات تقريبا فيها مدن جديده بتحتوي على فرص عمل، بتحتوي على فرص سكن، تحتوي على مواصلات سهله ان انت توصل للمدينه بسهوله، يعني خدمات بكل انواعها. فيعني الحمد لله الواحد يعني عندنا فخر ببلدنا الحمد لله. يعني ما الذي يميز المنصوره الجديده دكتور عن ما كنا نعلمه؟ يعني انا اظن ان احنا جيل واحد تقريبا مواليد النصف الاول من السبعينات، فاحنا يعني تفكيرنا وخبرتنا وتاريخنا مع المدن الجديدة شيء، واللي حضراتكم بتعملوه دلوقتي شيء تاني خالص. بص يا فندم، أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا يعني دلوقتي بنعتمد في المقام الأول على رفاهية المواطن، وإن إحنا إزاي نحافظ على جودة الحياة للمواطن بمناطق خضراء كبيرة جدا.
بان هو يروح يبقى الخدمات موجوده قبل هو بقى موجود. يعني زي ما حضرتك شفت كده، الجامعه موجوده، الخدمات التجاريه موجوده، المدرسه، المسجد، الكنيسه، كل الخدمات موجوده قبل ما يروح. فاحنا اتعلمنا من خبره المدن الاولانيه، ايه الاولى يعني اللي تمت قبل 2014، ايه الحاجات اللي كانت بتبقى ناقصاها؟ كان بيبقى ناقص مناطق خضراء كبيره، كان بيبقى ناقص مناطق ترفيهيه، كان بيبقى ناقص مواصله توديك، كان بيبقى ناقص مواصلات داخليا. كل ده الحمد لله تلفناه في مدن الجيل الرابع، المدن الذكيه، ان احنا بدانا نوفر مناطق خضراء بنسب كبيره، بتمتص الحراره، بتمتص ثاني اكسيد الكربون، بتحاول على تحسين الجو. كل ده طبعا بخلاف طبعا الواجهات الجميله اللي بتجذب العين، اللي بتساعد نفسيا على ان الواحد يبقى عنده انفتاح على الحياه وعلى العمل والانجاز. توفير فرص عمل طبعا كبيره جدا، يعني كنت لسه بنراجع الانخفاض اللي حصل في حجم البطاله من 14% ل 7% في مدن في الوقت الحالي، وده طبعا مسجل وموجود في التعبئه العامه والاحصاء، ان حضرتك نسبه البطاله انخفضت للنصف. ده جه منين؟ من حجم المشروعات اللي الدوله شغاله فيه. حلو جدا. طيب دكتور وليد، دايما المواطن العادي اللي زي حالاتي هيروح باصص على الحاجه اللي فوق الارض، اللي على الوش، المبنى. لكن حضراتكم بتعملوا حاجة أهم أعتقد وأكبر، ولازم المواطن العادي يبقى فاهم ده، اللي تحت الأرض، تحت الأسفلت. ده فن، هو ده اللي واخد مننا وقت الأكبر، دي البنية الأساسية، المية بقى والغاز والإنترنت فائق السرعة اللي بنقدر نقدم بيه الخدمات الإلكترونية الحديثة اللي بتميز المدن الذكية عن المدن العادية، حجم كبير جدا. طبعا حضرتك زي ما ذكرت محطة تحلية المية دي وحدها طبعا خدت وقت ومجهود علشان طبعا توفر الميه بسهوله، ما تبقاش معتمد على ميه النيل، لا انت هنا بتحلي ميه البحر وبتقدر تستخدمها. وزي ما قلنا كده حجم انفاق كله بيبقى اغلبه مش في اللي فوق الارض، اغلبه في البنيه الاساسيه اللي تحت الارض. طب احنا كنا زمان يا فندم نقول ايه واحنا ماشيين مثلا في اي مكان، نقول ايه؟ مش كانوا عملوا حساب المستقبل ووسعوا الشارع؟ مش كانوا عملوا حساب المستقبل ووسعوا الرصيف؟ مش كانوا عملوا حساب المستقبل وحطوا لنا هنا جنينه علشان العيال تلعب؟ هل هذه الامور تمت مراعتها في المدن الجديده اللي بنعملها؟ ده اللي انا بقول لحضرتك عليه، ان احنا دلوقتي بنشتغل للمستقبل، احنا ما بنشتغلش دلوقتي. يعني حتى بعض الناس يقول لك طب انتوا كده ايه خدتوا الاجيال القادمه هتاخد ايه وبتاع، ده احنا بنعمل الاجيال القادمه. احنا عملنا مرحله واحده بس زي ما حضرتك قلت، من 7000 فدان عملنا المرحله الاولى فقط. حلو. لسه في المراحل الثانيه، بس كده المراحل الثانيه بقت اسهل في التنميه. ليه؟ لان حضرتك عملت خلاص محطه التحليه بحجم المدينه كلها، عملت الطرق تستوعب عدد السكان لحين اكتمال المدينه بالكامل. جميل. تمام. كل الزيادات اللي هتطرق عليها، عملت مرافق تستوعب كل المدينه مش للمرحله الاولى فقط. احنا بنعمل محطات وروافع وبنيه اساسيه تستوعب المدينه بالكامل مش للمرحله الاولى فقط. انا يعني مش عارف حضرتك فتح التلفزيون ولا لا، بس احنا لا يعني والنبي ده خساره. بس حضرتك اكيد شفت الكلام ده قبليه اصلا. طبعا. في درون مصوره الطريق بالليل او المنصوره الجديده بالليل، ساحره. تسلم ايديكم بصراحه، ساحره ساحره. طب انا عندي سؤال، الخدمات المدنيه والخدمات الصحيه والخدمات الامنيه، كل ما انا انتظر ان انا الاقيه حتى اخد القرار ان انا انتقل الى المنصوره الجديده، جاهز ولا هيجهز ولا ايه؟ ده جاهز يا فندم، دبنا مبني خلاص كده. وبعدين الجامعه اشتغلت، الجامعه فيها مستشفى تعليمي وفيها خدماتها وفيها حاجاتها، الخدمات الامنيه موجوده واشتغلت. يعني الموضوع مكتمل، يعني الحمد لله نموذج كامل لمدينه كامله فيها كل الخدمات بكل اقتراحاتها. ده غير ان في استثمارات بدات تدخل في المدينه خارجيه، يعني في استثمارات كمان بدات تنتقل المدينه، ده دليل على انها مدينه جاذبه يعني. حلو قوي. طيب سؤال برضه يا دكتور بقى، واعتقد سؤال مهم، الناس دايما كنا زمان يقول لك والله اي تنميه بتحصل في المحافظات المشهوره، يعني القاهره واسكندريه، وبعدين على استحياء ممكن نقرب كده من بعيد ناحيه الغربيه او الدقهليه، وفي الصعيد اخري كنت اروح مقرب من المانيا، ولحد كده سلام عليكم. دلوقتي الوضع عامل ازاي؟ مفيش محافظه يا فندم ما فيهاش مدينه جديده بتستوعب عدد السكان، واحيانا بتبقى علشان توفر فرص عمل كمان، يعني ان انت تعمل قاعده اقتصاديه قويه، يعني زي العالمين، احنا عاملين قاعده اقتصاديه قويه جدا في العالمين توفر فرص عمل كبيره جدا. صحيح. غير السكن وغير المناطق السياحيه، في منطقه صناعيه 5000 فدان، لما حضرتك تروح الصعيد ثلث المدن موجوده في الصعيد،
من اول بقى عند حضرتك بقى امسك من الاول خالص، بني سويف، المنيا، الفيوم، اسيوط، غرب اسيوط، الفاشن، سوهاج، قنا وغرب قنا، اسوان، توشكا، شارع العينات كمان بنشتغل فيها تخطيط دلوقتي. يعني عندنا كل تقريبا على مستوى الجمهوريه بالكامل، وزي ما حضرتك قلت فيها كل مستويات الاسكان، فيها فرص عمل، فيها مستوى اخر من الحياه يليق بالمواطن المصري. دكتور وليد، كل اللي قلته كوم، وشرق العوينات دي كوم تاني، هتعملوا ايه في شرق العوينات؟ مدينه برضه فن في زراعه هناك كبيره. والله بجد؟ اه طبعا. يعني هيبقى في مدينه كبيره برضه زي كده المنصوره الجديده، مدينه طبعاً مليونيه، تاخد مليون، مليون ونص مواطن بحياتهم، باشغالهم، بمدارسهم، بجامعاتهم، بكله؟ مظبوط، زي توشكا يا فندم. احنا توشكا دلوقتي فيها سكن وفيها ناس تزرع وفيها محطات بنزين وفيها خدمات. الله اكبر. دكتور وليد، الموضوع حلو وشيك ويشرف، مش بس شيك من حيث انه يعني ده بتاع الجماعه الاغنياء، حتى الاسكان الاجتماعي هناك شكله حلو. انا شفت اللي حصل في العالمية. اللي بتعرض دي اسكان اجتماعي واسكان متوسط. بجد؟ دي كلها اسكان اجتماعي ومتوسط؟ اه يا فندم. طب عندي سؤال، يعني انا عارف ان حضرتك مش فاتح الشاشه، بس يعني طب سؤال، مثلا انا شفت مجمع عمارات كده، واحد اثنين ثلاثة اربع عمارات وبينهم حمامات سباحه. ده فندم ده سياحي، ده مشروع فوق متوسط، ده جنه، مشروع جنه، ده فوق المتوسط. المتوسط ممكن يبقى زيه بس من غير حمامات السباحه مثلا. بص يا فندم، المدينه الناجحه بيبقى فيها كل مستويات الاسكان. طبعًا. المدينه المنصوره فيها الاجتماعي والمتوسط والفوق متوسط والفاخر. انا طبعا دلوقتي شايف فيلات على البحر، حاجه عظمه قوي، وشايف طبعًا الطريق رايح جاي اربع حارات يمين واربع حارات شمال. ممشى 15 كيلو بدانا فيه طبعا، اللي هو المرحله الاولى اللي احنا شغالين فيها دلوقتي، تقريبا نص المسافه. فانا هيبقى في عندي الممشى في حاله اكتمال ان شاء الله كل المراحل 15 كيلو متر، صح كده؟ مظبوط. دلوقتي تقريبا نصه هو اللي تم اتمامه، نص الممشى. نصه خلص. ده ممشى لكل الناس. كل الناس، مش ما فيش تيكت تدخل ولا تخرج ولا كلام، تدخل زي ما انت عايز. خلق الله يروحوا يتمشوا ويشموا الهواء ويقعدوا على البحر. وحاجه زي اللي يعني الناس اللي بتسافر بره بتشوفها بره، واحسن كمان يعني. احنا لسه بنعرض حالا الاسكان اللي هو فوق المتوسط، ابو حمام سباحه ده. لا احنا كده نسيب الساحل ونروح على المنصوره الجديده يا دكتور وليد. طبعا يا فندم. الناس تبطل بقى تحجز في الساحل ويبداوا ينقلوا على المنصوره الجديده. احنا مختارين الموقع في حته يعني جميله جدا، يعني حاجة محترمة جدا. دكتور وليد، احنا يعني ان شاء الله كده هنروح نشوف المنصورة كده ونبقى سعداء بيها بإذن الله، واتمنى ان احنا في القريب بيبقى في عندنا لقاء مع بعض كده، وتشرح لنا باستفاضة، نجي لك المكتب. والله لا يا فندم. والله لا يا فندم، تسلم عينيك، كفاية ذوقك يا فندم وكفاية الجهد اللي حضراتكم بتبذلوه. ألف 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 شكرا دكتور، وألف مبروك، ألف مبروك، مش بس لهيئة المجتمعات العمرانية، ومش بس لوزارة الإسكان، ومش بس للحكومة، ألف مبروك علينا احنا في مصر، احنا المواطنين الذي طالما أو الذين طالما انتظرنا إن يبقى في عندنا مدن بجد، مدن عليها القيمة.